شهادة الجنسية فين؟ ما أنا جنسيتي من الأصل مصري، أبويا وجدودي مصريين. زي ما قدمت شهادة حسن سير وسلوك، لازم تقدم شهادة تثبت إنك مصري. هي شهادة الميلاد مكتوب فيها إن جريجي إخواتي. الله، بس طويس ده أبقى مالطي ولا مصري؟ اتفضل، أخرج من الصف. خرجت يا فندم. نادية بتسلم عليك. نادية مين؟ بنت عمي. الصول في البحرية وحكيمة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هتقبلوني ان شاء الله وتعملوني صول زي نادية؟ صول كده من راحتك. بلا صول، خلوني زي شاويش عطية. عطية مين؟ انت ما تعرفوش؟ لا ولا انا. اتفضل. الفرز بعد اسبوع. يعني هتقبلوني اذا نجحت في الفرز؟ روح يا شيخ، ربنا ما يغلب لك مركب. اقعد بالعافية. اتفضل. مادام هنفكر في بعض هنبقى شايفين بعض يا كابتن. كابتن كده حته واحده بالنسبه لحماستك مش كتير، ده انت هوستيني بالبحريه. ما هو علشان يكبر سلاحنا البحري، احنا محتاجين لشباب متحمس للدفاع عن بلدنا. عايز حاجه يا فندي؟ و اتفضل. وللانضمام للاسطول اللي له اكبر نصيب في الدفاع عن وطننا. بس خايفه لا ياخدوك في الغواصات. وماله، ياخدوني في اي سلاح. المتطوع لازم يكون قلبه جامد وعنده تصميم وعزم على خدمة بلاده، واخد بالك؟ والاستهتار بأي خطر. احنا لازم نكون الخطر الأكبر على كل خطر يهددنا. هتوحشني يا منير. كل ما هتفكري اني بعيد عنك لاني بخدم الوطن، ده هيطمنك عليا. وحاضر اتصل بيك ازاي؟ ايوه، اصلا انا مش عارف هم هيودوني فين. شوشو، الوداع يا شوشو. نداء الوطن أقوى من نداء الحب. الوداع يا شوشو. وهيب محمود جاب الله. فندم. فتح إبراهيم الصبان. فندم. خليل دياب. فندم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللي قولي والله يا أستاذ. أي نعم. هي كلمة أساس بالسين ولا بالث؟ هذا يتوقف على المعنى المقصود. فإذا كنت تقصد متاعا أي فراشا فهي بالثاء، أما إذا كنت تقصد إرساء دعائم لشيء فهي بالسين. أفادك الله. أفهمت؟ والله لست بفائد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا تريد أن تقول؟ شوف أنا كتبت إيه. أي نعم. وكلامك يا نادية يا بنت عمي عن المرحوم والدي البطل والشاويش عطية هما أساس. إذن فهي بالسين. عليك نور. تمهل. إيه؟ ماذا تريد أن تكتب؟ عايز أقول إن أساس تفكيري وشقلبت. شقلبت؟ هذا تعبير رديء ضعيف. عندي تعبير أجمل. الحقني بيه أبوس إيدك. اكتب. الحافز. يعني بلاش أساس؟ بلاش. الحافز على. تغيير اتجاهي. تغيير في الحياة إلى طريق أفضل ينتهي بي إلى أمجاد وبطولات. الله 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 الله. يا لطيف يا لطيف. أهي بطولات دي يا أستاذ، بقالي 6 أشهر بدور عليها. كلامك الحلو اللي بتقوله ده. دي اسطوانه انا حافظها، بروح سأل اي بنت اكون عايز اخلص منها. تخلص منها وتخلص منها ليه؟ عشان اشوف غيرها. واحده اكون قعدت معاها يومين ثلاثه تعبت منها، اخلص منها ازاي؟ اروح متطوع في البحريه. يا سلام، والحكايه دي بتعملها كتير؟ حوالي 4 مرات، كل مره اطلع شرك. شرك ازاي وانت واقف قدامي زي الطور اهو. ايوه بس انا عندي اصابه في رجلي، كل ما يكشفوا عليها يطلعوني غير لايق. غير لايق وبعدين تدور على واحده ثانيه. أفنندم؟ عبد البر، عبد الواحد، عبد الصمد. أي نعم. منير أحمد توفيق. أيوة. قول ودين. قول بعدين
بقول لك سنان زي الحديد يا دكتور، بس رجلي هي اللي هتضيع الدنيا. ملناش دعوه برجلك. الا قول لي هي امتى هتظهر النتيجه؟ وقت ما يشاؤون. اهدى اهدى، هو انا هيهدى بالي ولا هيروق بالي الا لما اسمع كلمه نفر وياخدوني؟ لا شك عندي في انني مقبول. ازاي؟ عضلاتي من حديد، بدني متناسق، بصري حاد ثاقب. يا بختك، انا متاكد ان انا مرفوض. بس ما تقولهاش قدام وشي، ودي وشك بعيد وقولها. ده انا حتى بفكر اخدها من قصرها اروح. لا تكن عجولا، اثبت. الا قول لي مش ممكن تقرا لي عديه يا سينيا؟ انت اسمك ايه يا أخ؟ عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. وحضرتك؟ انا اسمي منير احمد توفيق. ومحسوبك رجب شعبان رمضان متولي. تشرفنا جدا. اوكي سيدي، اوكي سيدي. رجب شعبان رمضان متولي. افندم. عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. اي نعم. بس يا جماعه مش قلت لكم؟ قليل دياب في رجلي. السلام عليكم. محمد احمد. بدر. منير احمد توفيق. منير احمد توفيق. انا اسمي في كشف المقبولين. ايوه عسكري. يا ترى رحت فين يا رجب؟ كنت اسأل عليه اصحاب البلانسات يا بابا. اسم الله، حاكم شجاع قوي علشان يركب بلانس ويخش جوه المي ده، بيخاف يغسل وشه من كتر كرهه للبحر. ما تروح تدور عليه يا بابا. انا خليت حد ما سألتوش ولا حتى ما رحتهاش. شايلين الدنيا على راسكوا ليه؟ هي النجوم هتقع من السما ولا الليل مش طالع له نهار عشان سميلس بتاعكوا ده؟ ده ابن عمي وغايب بقالي يومين. يمكن وزه الشيطان وعمل عمله خاف يتمسك بيها، هرب واتخفى. يلا المركب اللي تودي. بوسطه. بنت عمي العزيزه، ساعة ما يوصل الجواب ده أكون بعمل بريك لأن اتطوعت في البحرية. هي دي المفاجأة اللي كنت عاوز أقولك عليها. ما تتخديش، مش هخاف من البحر ولا من أدخل موجة. كلامك يا نادية يا بنت عمي عن المرحوم والدي البطل وعن الشاويش عطية كان هو الحافز القوي لي على تغيير اتجاهي في الحياة إلى طريق ينتهي بي إلى أمجاد وبطولات. ابن عمك العزيز رجب. كويس يا رجب، كويس خالص. والله كنت الاعادي يا رجب وخليت دماغهم في الواطي. حقني نبعت لي جواب نهنيه يا بابا. انت كمان تستحق التهنيه لانك السبب في النجله الكبيره دي اللي اتنجلها ابن اخويا القدام. روحي بقى اكتبي له الرد وقولي له عمك مبسوط قوي وبيدعي لك. قبل ما يوصلوا الرد هيكونوا رفدوه، اللي زي ده عمره ما ينفع ولا يعمر. انت خلاه في الظنون يا رب. ما تنساش وانت راجع تجيب لي معاك حمل برسيم. حمل برسيم؟ ليه؟ هتغدي بيه الاسياد؟ دستور مرضان يا سلطان الجن. قادرين يأذوك، قادرين يذلوك قد ما بتطاول عليهم. الشاطر فيهم يطلع لي وانا خزق عينين اللي خلفوه. ما تكبرش معايا، انا جايني جمل بصلمين ويلزموا كل يوم حمل برسيم. طب دوري بقى على اللي هيدفع قرش من حقه. بس ما تتشنكش، ده جايين هديه من المعلم عباس. ينفلق، والنبي لو قبلك ده بايح السلخانه كلتها ما هو شامم ضفر ناديه. هنشوف. إلهي ما توعي تشوفي ولا تسمعي يا شيخ. ابن عمي العزيز رجب. نفسي أشوفه هو شايل البندقية. قدامك. بصي يا عسكري رجب قدامك. ما يتلفتش حواليك. بعدين معاك يا عسكري رجب. للشمال مل. للشمال مل. اعدل نفسك، الشمال ملي على الحاز اللي جنبك اللي على يمينك، بس وقف ثابت. جنبان واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. خدمات. خد يا عسكري عبد البر من دوية. وقف ثابت، بص قدامك على الجنب. خد من دوية. وقف ثابت، وقف ثابت يا عسكري عبد البر. وقف ثابت، اثبت. الناس من دوية وقف ثابت. وقف بص قدامك بقى ما تكلمش. خد من دوية عسكري لك. امسكها كويس، بص قدامك. اثبت ده، بص قدامك. هاتي فان. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. اوه بطنه، اوه بطنه. انت عسكري يا رجل، شيل من دوية. شيل يا عسكري من دوية. شيل يا عسكري من دوية. وقف يا عسكري عبد البر مظبوط. بلاش حالك يا عسكري منير، بلاش ده. اقعد من دوية على كتفك. اقعد من دوية على كتفك واقف ثابت. بس اثبت. تمام. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة.
عسكري يا نجم؟ ما تعرفش؟ لا يا فندم. اعمل سلام سلاح. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انت عسكري يا نجم؟ وقف بص قدامك. هاتفان سلاح. واحد في ثلاثة. واحد في ثلاثة. اثبت. انت عسكري يا نجم؟ ايوه يا فندم. اثبت بص قدامك، بص قدامك. وقف ثابت. اعدم من دويه. بلاش تحكي عسكري يا منير. جنبان سلاح. واحد في ثلاثة. واحد في ثلاثة. فصلها خبا. العسكري رجب والعسكري منير والعسكري عبد الفار. انتباه. خطوة للأمام. فرش. بلاش تحكي عسكري منير. خطوة العسكري رجب. خطوة للأمام. فرش. انت رايح فين؟ خش في الصف يا اوف. اوف. اوف يا عسكري. اوف انتباه. هاتفون. سلاح. واحد في ثلاثة. واحد في ثلاثة. حط من ده على كده. انت تحت كمان. ايوه كده. بس اقف ثابت. بص قدامك. ميلان. سلاح. واحد من ثابت. ضيع من دويه. ايوه كده. ليه من دور. سريعا. فرش. ده الخلف. هر. 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 انا مت بقى ابوس راس محلك يا سيد اهو. اثبت. تعالى يا عسكري رجب. تعالى يا عسكري رجب. نيجي المكتب محمود. فضيله المراهق. سلمام اضر. كما كنت. سلمام اضر. فضيله الاولى. ايه الدوران الخلف. الخلف. فضيلة المقاقر على الشمال. معتدان. فرش. شمال يمين. شمال يمين. شمال يمين. دوران للخلف. للخلف. شمال يمين. مين بالثلاثات؟ لليمين. رايح فين يا عسكري؟ رايح فين يا عسكري؟ يا فندم هم غلطانين اصلهم سابوني. ابو نفذ وقفت مع الندى ونفذها مظبوط. ده الخلف. هر. الندى مش ليك يا عسكري، ده للفصيله. خلف شور انت. اقف ثابت يا عسكري رجب. مش سامع حاجه خالص. انت مش مخك معانا. لا. ده الخلف. هر. محلك بالخطوه السريعه عسكري رجب. اجري. الفصيلة تتقدم لليمين. على اليمين. اقف ثابت. على اليمين. بص يمينك. لا لمام اضر. كما كنت. لا لمام اضر. كما كنت. لا لمام اضر. كما كنت. لا لمام اضر. حرك الشمال بالثلاثات. للشمال. على الشمال. الشمال لف. معتدل. ارش. اصل دليل الشمال. طول دليل اليمين. كل ثلاثة مع بعض. ارفع ايدك فوق. شمال يمين. شمال يمين. رايح فين يا عسكري يا رجب؟ ايدك الشمال فين يا عسكري يا رجب؟ سلاح. قف. عسكري رجب الخلف دور. سريعا. ارش. يا عسكري مش عارف ايدك الشمال من ايدك اليمين. خلو تنظيم. قف. مش عارف الطابور. ايوه غلطت اخر مره. ندخلك المكتب من دول. اسف يا فندم. اخر مره حاضر. غلطت ثاني مره. حاضر. دوران لليمين. لليمين. هر. ها يا عسكري بقول لك اعمل اليمين دور. تعمل الشمال دور. لليمين. هر. وانت عند هنا مش عارف ايدك اليمين الشمال فين. ايدك اليمين اليمين فين الشمال اهي. طب الاخبار كده اعملهم كده ببعض. اهم يا فندم. ثابت. فين ايدك اليمين ولا الشمال فين؟ انت لخبطتهم يا فندم. يا عسكري ايدك اليمين. ها ايوه لازم. يا خلاص الدور دوت على ايدك اليمين دي. بخوف. لليمين. هر. هر. لا شمال. هر. لا اليمين. هر. لا شمال. هر. هر. محلك يا عسكري رجل خطوة سريعة. رجل عسكري. اصراف بطابور. اصراف بسرايا. اصراف الفصائل. يا رب. اليمنى أم اليسرى؟
أظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالأرجل الشملة. الفصل الثاني، الدوران بالعدد. يدور العسكري إلى اليمين على عقب الرجل اليمنى، اليمنى وأصابع القدم اليسرى، اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى وأصابع القدم اليمنى. انت أخيرا، لو كنت لازم تقرأ في سرك. لو قرأت في سري لن أفهم شيئا. ليه؟ هتفهم بعقلك ولا بوجهك؟ أنا حر أفهم كما أريد وأشتهي. الكلام ده لما كله وحدك مش تصدع لنا دماغنا؟ بعد إتمام الحركة الأولى يجب أن تكون القدم اليمنى مبسوطة.